مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده. مثل ما وعدتكم كل ما يكون الطقس حلو رح صور اوت دور، واليوم جينا على ملعب الفوتبول. بما انه عم نحكي عن تصرفات الرجل او تصرفات غريبه يقوم بها الرجل تفضح حبي الشديد لك، فلقينا انه افضل مكان نصور فيه هو ملعب كره القدم، من ضمنه يعتبر من ضمن اهتمامات الرجل الاولى مثل ما بنعرف كره القدم، ولهالسبب نقيت هيدا المكان لتصوير الفيديو. أول هني خمس تصرفات، بالحقيقة هني خمس تصرفات. أول تصرف بتلاحظي إنه بيتصل فيك من دون سبب أو بيتحجج بسبب تافه للاتصال فيك، مثل كأنه بده يسألك عن شغلة أو بده يستفسر عن مكان معين أو صديق معين أو شغلة معينة، يعني بحجج مثل ما بيقولوا قد يمكن تعتبريها تافهة أو تعتبريها سخيفة وتستغربي ليه عم يسألك هالأسئلة، أو ممكن يبعتلك ويقلك سوري بعتلك بالغلط، فأنت هون بتستغربي ليه عم يتصرف هالتصرفات الغريبة أو السخيفة. ولكن بالحقيقة هيدا التصرف اللي بيقوم فيه هو دليل إنه معجب فيك وأيضا بتفضح حبه وأعجابه فيك. التصرف الثاني هو بتلاحظي إنه أي مكان بتروحي عليه عم تلتقي فيه، يعني كذا مرة بتتكرر، مش مرة واحدة، كذا مرة بيتكرر انه بتروحي على اماكن وبتعتقدي انك عم بتشوفيه بالصدفة. مثلا اذا متعودي تروحي على مطعم او كافيه معين بتلاحظي انك دايما او صرتي كذا مرة ملتقي فيه بهيدا المكان، هون هيدي مش صدفة، وما تستغربي وما تعتبري هيدا الشيء غريب، لانه هيدا الشخص هو بيعرف ممكن انك بتتواجد بهالاماكن وعم يختلق الصدفة ليلتقي فيك. التصرف الثالث الغريب اللي بيقوم فيه الرجل هو بتقدر تلاحظيه فقط اذا كنتوا قاعدين بجروب او بمجموعه، يعني لازم هيدا التصرف يكون ضمن مجموعه. كيف يعني؟ يعني اذا كنتوا قاعدين بجلسه او ضمن مجموعه بتلاحظي حتى اذا عم يحكي مع حدا غيري فهو بيكون نظره عليك، وحتى اذا في 20 شخص غيرك بالقاعه او بالمكان اللي انتوا موجودين فيه فبتلاحظي انه مش عم يتطلع فيهم وعم يتطلع فيك انت فقط. يمكن تستغربي انه ليه مثلا مش عم يتطلع او عم يحكي وعم بيوجه نظره عليك، بتستغربي انت انه مثلا ليه مش عم بيوجه نظره على الشخص اللي عم يحكي معه، بل هو دايما ولو بطرف عينه عم يتطلع فيك. هيدا التصرف مش غريب، ولكن بدل انه هيدا الشخص عم بحاول يحافظ على خط تواصل بصري بينك وبينه على دليل حبه واعجابه فيك، وبالتالي اذا كنت انت ايضا بتبدلي المشاعر او ايضا عندك اعجاب فيه فالافضل ايضا انه تتصرفي معه بنفس الطريقه وتبادلي النظرات. اما اذا كان ما عندك اي اعجاب او اي اهتمام فيه فالافضل انك تتطلع بمكان تاني وما تحافظي على خط التواصل البصري بينك وبينه، يعني كرساله بتوصلي له هي انه انت ما بتبادلي نفس الاعجاب. العلامه الرابعه او التصرف الرابع الغريب بيقوم فيه الرجل هو المبالغة أو اختلاق الفرص كي يعرض عليك المساعدة أو المبالغة بعرض المساعدة، يعني بتلاحظي أنه حتى إذا أنت مش بحاجة لمساعدة بحاول يختلق أي فرصة أو بحاول يخلق لك أي مشكلة ليعرض عليك المساعدة أو ليعرض عليك خدمة أو حل لأي شيء حتى إذا كنت أنت مش بحاجة للمساعدة. وهون كمان ممكن تستغربي أنه ليه هالقد عم ببالغ بعرض المساعدة، وهيدا دليل مثل ما قلنا على حبه وإعجابه فيك. التصرف الخامس والأخير هو بتلاحظي قد ما كان صوته خشن للرجل أو قد ما كان صوته عالي بتلاحظي إنه كتير عم بنعم صوته وعم يحكي معك بطبقة صوت كتير واطية وكتير هادية، أشبه يعني بطبقة الصوت المطربين العاطفيين أو الرومانسيين. وهنا أيضا يمكن تستغربي لها الأد عم بنعم بصوته لما يحكي معك، هيدا دليل أيضا ما تستغربي، هيدا دليل إنه هيدا الرجل معجب فيك وعنده أيضا مشاعر أو حب تجاهك. هيدا كان كل شيء بالنسبة لليوم. طبعا لاستشاراتكم الخاصة أو العادية بتقدروا تتواصلوا معي عبر الروابط اللي تركت لكم إياها بأسفل الفيديو أو بأول تعليق. بتمنى يكون هيدا المكان اليوم اللي صورت فيه عجبكم، اقترحوا علي بالتعليق أماكن إذا أنتم حابين صور بأماكن معينة، أيضا اقترحوا علي أنا بقرأ كل تعليقاتكم، أو إذا عندكم اقتراح لأي مواضيع أيضا فيكم تكتبوها بالتعليق.